أحدث الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي على الرياض الثلاثاء الماضي تداعيات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أدانت الإمارات اعتداء ميليشيا الحوثي على الرياض محملة طهران مسؤولية الحادث، معتبرة ما تقوم به إيران تهديداً للأمن والسلم في المنطقة. واعتبرت سلطنة عمان إطلاق الصاروخ بمثابة تصعيد للعنف غير المبرر، محذرة من أن هذه الأعمال تهدد الجهود الساعية لإحلال السلام في اليمن. لكن الرد الأمريكي كان الأكثر وضوحاً، حيث لم تكتفي واشنطن بإدانة إطلاق الصاروخ، بل اعتبرت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة الهجوم الصاروخي بمثابة صفارة إنذار لمجلس الأمن. السفيرة الأمريكية نيك هيلي أكدت أن منع توسع العنف الإيراني في المستقبل يتطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران لانتهاك قرار حظر إرسال أسلحة إلى اليمن. وقالت هيلي إن واشنطن تسعى لإصدار قرار يحظر على إيران ممارسة أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية. ورغم استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ على السعودية، إلا أن التحالف العربي أعلن عن فتح ميناء الحديدة لمدة شهر واحد، وبررت الرياض فتح الميناء لدواع إنسانية وتنفيذا لمقترحات المبعوث الأممي ولد الشيخ. ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صواريخ تجاه السعودية، لكن هذا الهجوم الصاروخي أتى في ظل متغيرات إقليمية ودولية تشهد تحالفاً موسعاً ضد إيران وميليشيا الحوثي. لكن مراقبين يرون أن حجم الردود الإقليمية والدولية تجاه ميليشيا الحوثي لم تدخل بعد مرحلة العمل الجاد ضد الخطر الإيراني في اليمن.